كلاني اتدمر بسببي. المفروض قائد الكلان يدي تعليمات للأعضاء، ولكن أنا ما كنتش بعمل كده. كل اللي أنا كنت بعمله في الكلان إن أنا اسمي قائد الرابطة مش أكتر، ولكن بسبب اللي أنا شفته بعنية هغير شروط دخول الكلان. اذكروا الله وصلوا على النبي ويلا نبدأ. الحكاية بدأت من لما أنا كنت عاوز أعمل تحدي في حروب الرابطة، وبفتح اللعبة في أمان الله لقيت كل اللي بيلعب كلاسيك واد مصنف وبيلعب زيب وحيد. ايه ده؟ انا معرفش. يا حبيبي النهاردة السبت، يعني لازم نلعب حروب الرابطة. امال احنا عاملين الكلان ليه؟ لازم نتحدى بعض علشان نطلع التوب وان. علشان كده هغير شروط دخول الكلان. الشرط الاول ان ليفلك لازم يكون 50، والشرط الثاني انك لازم يكون معاك بطاقة تغيير اسم علشان تحط شعار الرابطة، والشرط الثالث انك لازم تلعب كل يوم على الاقل نص ساعة علشان نعلي ليفل الكلان، لان اخر فترة مفيش حد بيلعب في الرابطة والكلان ليفله بيقل. والشرط الاخير انك تفتح يوم السبت وتلعب مع اعضاء الرابطة وتجمع على الاقل 100 نقطة. والمتابعين اللي معايا في السكواد دول معاهم كل الشروط وعاوزيني اختبرهم لدخول الكلان، مستنيني. ليتس جو. الروم بدأت، عاوزكوا بقى تتوقعوا في التعليقات هل هم هينجحوا في الاختبار ولا لا، وكمان اتوقعوا الروم هتخلص كام. انا مش فارق معايا ان انا اكسب الروم، اهم حاجة انا عاوز اعرف بس لعبهم حلو ولا لا، ده اهم حاجة. خش عليا يا اسطى يلا. عاش عليك يا اسطى، كفو. اول جولة يا جدعان، يلا لسه بس بسخن كده. يلا يا مودي هتقدر عليه، اديله يا اسطى. عاش عليك، كفو. طبعا يا جدعان احنا بنلعب بلاش نقول الاسم ده، احنا بنلعب بربرة علشان في ناس كتير قوي بتزعل من الاسم التاني. اديله يا مودي، الله عليك يا اسطى، كفو. في الجولة الاولى انا مت بكل سهولة، ولكن في الجولة ديت انا خلاص. تعال لي يا اسطى يلا، ابلع. اوكي تعالى يلا يا اسطى. هو جاب صاحبي طبعا. الله عليا، ايه الجمدان ده؟ يلا كده حد يجي لي يلا. وسع يا ابني علشان ما بشوفش قدامي. هو راح فين ده؟ تعالى يا اسطى حد يخش عليا يلا. لا لا لا، انا ما بحبش الغدر. تعالى لي يا اسطى. اوكي يا صاحبي جاب واحد، لسه واحد. تعالى لي يلا. ده بيلعب بالقوم ولكن عادي. تعالى لي، ابلع يا اسطى. انا مش عارف اقول يا جدعان، ولكن حرفيا تيكت ايزي قوي، يعني الروم ديت سهله قوي. ما اعرفش ليه انا حاسس نفسي ان انا لعيب، ولكن انا اصلا بوت. اوكي انا بوت، ولكن انا حاسس نفسي في الروم ديت لعيب، ما اعرفش ليه. عبي دمك يا اسطى وخد راحتك، ما تخافش. تعال لي يلا، ابلع يا زميلي. تتوقعوا كده يا جدعان ان احنا نطلعهم على الصفر بجد؟ لا بجد ما ينفعش كده يا جدعان، على الاقل هاتوا جوله. لا وكمان يا اسطى انت بتكمبر، انا ما اعرفش ليه. طب بش عليا زي ما انا ببش عليك يا اسطى، يعني انت بتضرب من ورا التلجة ليه؟ تعال لي يلا. تعال يا اسطى اديني راسك يلا. لا كده هيجيبني يا جدعان، هو مش بيبش عليا ليه يا اسطى؟ بقى يا اسطى بش عليا يا اسطى، وكمان بتحوط حواليا بالتلج. ماشي يا اسطى ماشي. يلا يا مودي انت اللي هتجيب حق يا اسطى. يا اسطى بيحوط حواليا بالتلج يا اسطى، اديله. ايوه كده عاش عليك، كفو. ايه رايكم يا جدعان ان انا العب الجوله ديت بالقوم؟ انا خلاص اتحولت من نازل نبيل الى برونتو كيل، بس برونتو كيل الغلابه طبعا يعني. اوكي تعال لي بقى يا اسطى، انا عاوز اشوف راس اي حد فيكم. انا من النهارده ما اسميش مازن، انا برونتو كيل. اديني راسك يلا. ابلع 117
لا هما الاتنين هيبشوا عليا ولا ايه؟ صباح الفل. هو راح فين ده؟ تعالى يا اسطى يلا ابلع، ده دم طلقة. انا مش عارف اقول ايه. 6-0 يعني بجد انا بتكسف جدا، معرفش اقول لهم ايه بجد، معرفش انا بتكسف. اوكي نعمل لهم كده يا جدعان ايموجي حزين، يعني ايه بلاش اقول لهم ان انتوا اترفضتوا علشان ايه هتكون صعبة شوية، فنعمل ايموجي حزين ونستناهم يبعتوا رسالة. يلا يا جدعان حد يبعت رسالة يقول اي حاجة، يعني انا مش عارف اقول لهم ايه الصراحة، انا ما اعرف اقدر يا اسطى فين يا اسطى اللي انت غدرت وكده؟ يعني انت بتعرف تلعب وان شوت يعني ولا انا مش فاهم؟ بعرف العب وان شوت. طب ايه رايكم ان احنا نلعب وان شوت عادي؟ انا ما عنديش مشكله ان انا اعيد الروم تاني ونلعب وان شوت، يلا بينا. توضيح بسيط، هو كان بيقول لي ان هو ما بيعرفش يلعب بربره، ولكن هو قالها بجمله تانية، فانا مش عاوز اقول الجمله ديت علشان ايه يعني الجمله ديت عيب وما ينفعش اقولها يعني. اوكي اكيد انتوا عرفتوها يعني، ولكن هو قال لي ان هو بيلعب وان شوت بس. تعال يا اسطى نشوف الوان شوت يلا. ايه ده؟ هل ده وان شوت يا اسطى؟ بالله عليك هل ده وان شوت يعني؟ انا بجد يعني مش عارف اقول ايه، يعني مفيش طلقه حتى وان شوت يا اسطى. يلا يا مودي. ايوه كده هو ده الوان شوت، الله عليك يلا. ايه الجمدان ده؟ اخر فرصه هلعب معاه وان شوت، ويلا بقى نشوف الوان شوت بتاعه ده. انا بلعب طلقه وتلجه، هو ده الوان شوت يا جدعان، انك تجيب طلقه واحده بس في راسه. لكن يا اسطى انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يا جدعان ده بيفضل خزنه عليا. يا جدعان ده حرفيا مش وان شوت خالص، ده مش سايبني حتى عبي دمي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي جابني من ورا التلجة؟ لا انا بجد مش عارف اقول ايه، بجد اللعبة بقت غريبة قوي يا جدعان. الله عليك يا مودي يلا. لا بس اكيد في حاجه غريبه في اللعبه. تعال يا اسطى انت عملت العب لي بقى وان شوت وبتفضل على الخزنه، شوف بقى انا هعمل فيك ايه. تعال يلا يا جدعان الغدر ده يا جدعان، حرفيا انا ما اعرفش اقول ايه. زي ما انتم شايفين كده هو ده الوان شوت اللي هم بيتكلموا عليه. تعال لي كده يا اسطى علشان بجد انا تعبت بجد، يعني مش عارف اجيب كلايه واحده، وكمان انا عمال العب لك وان شوت وطلقه وتلجه وانت عمال تفضل على الخزنه، بس انا هلعب زي ما انت بتلعب بالظبط. اوكي تعالى لي بقى، تعالى ما تكمبرش يا اسطى. ايوه ابلع يا اسطى، تعالى ده انا مش هحلك يا اسطى. لا ما تكمبرش كده يا اسطى. ايوه انا عايزك تبش كده على طول، عاش عليك كفو. ايوه بش كده. لا حاسب ده كان هيجيبني. ايه ده؟ ده حرفيا يا جدعان يعني مش عارف اقول ايه، وفي الاخر هو هيطلع بقى من روم يقول ان انا بلعب وان شوت وكده، وهو اصلا ما بيلعبش وان شوت والله. هو فين ده بقى؟ ابلع يا اسطى. طب ازاي انا ورا التلجه؟ عاش عليك يا اسطى كفو. اخر جوله يا جدعان بجد الروم ديت طولت قوي، يلا يا اسطى بقى عاوزين نخلص من الروم دي. دم طلقه تعالى ابلع يا اسطى، لسه واحد بس يلا، والروم تخلص بنتيجة 6-2 بجد. عاش عليكم يا جدعان، وكده الفيديو هيكون خلص، اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.